يلا بصوا بقى دلوقتي يا بندوخي، انا عامله لكم فيديو يعني بنحكي فيه كده بسرعه جدا حكايه عيد الاضحى. ايه حكايه عيد الاضحى وبدا ازاي وبنعمل فيه ايه والحاجات الحلوه دي كلها؟ تعالوا نروح نشوفها في الفيديو ده ونرجع تاني. حبايبي يا كل اطفال الحياه، كلها كام يوم ونستقبل عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين. اشهر حاجتين بقى في العيد ده الحج والاضحيه. طب امتى بقى اتبنت الكعبه؟ ومن امتى ربنا امرنا بذبح الاضحيه؟ ده اللي هحكيه لكم دلوقتي. بدايه الحكايه كانت من ولاده سيدنا ابراهيم في العراق. كبر وسط قوم بيعبدوا الاصنام. والده كان بيشتغل في صناعه الاصنام من الخشب والحجاره وبيبيعها للناس علشان يعبدوها. والاصنام دي عباره عن تماثيل باشكال مختلفه، وهم كانوا بيعتبروها ان هي دي الالهه بتاعتهم. لكن سيدنا ابراهيم كان بيتضايق جدا من موضوع الاصنام ده، وكان شايف ان اكيد في اله هو اللي بيتحكم في الكون كله وهو اللي لازم نعبده. علشان كده فضل يدور ويسال لحد ما هداه ربنا سبحانه وتعالى واعطاه النبوه. فبدا يدعو والده عشان يسيب عباده الاصنام وصناعتها وعشان يعبد ربنا بس. بس والده رفض. بعدها بدأ يدعو قومه وبرضه رفضوا وما سمعوش دعوته. علشان كده سيدنا إبراهيم قرر إن هو يكسر كل الأصنام ويسيب أكبر واحد فيهم. قومه بقى لما لقوا تماثيلهم كلها كده متكسرة وعرفوا إن هو اللي عمل كده سألوه ليه عملت كده؟ رد عليهم قال لهم إن اللي عمل كده هو أكبر صنم، اسألوه وشوفوا هيرد يقول إيه. وطبعا لأنه عارف إنه مش هيرد عليهم وهم كمان عارفين إنه مش هيرد، فقرروا ان هم يعاقبوا سيدنا ابراهيم بانهم يرموه في النار. بس ربنا سبحانه وتعالى امر النار انها تكون بردا وسلاما عليه، وخرج منها سيدنا ابراهيم من غير ما يتاذي. ودي كانت اول المعجزات اللي ربنا اداها له، وكانت سبب ان ناس كتير من قومه يامنوا بدعوته وبوجود اله واحد اللي هو الله سبحانه وتعالى. وكان منهم السيدة سارة بنت عمه اللي اتجوزها وسافر معاها لمصر، ولأن ما كانش عندهم أولاد فاتجوز سيدنا إبراهيم من ستنا هاجر، وربنا رزقوا منها بسيدنا إسماعيل، وده كان سبب تغيير ستنا سارة. علشان كده ربنا أمر سيدنا إبراهيم إن هو ينقل ستنا هاجر وابنهم إسماعيل اللي كان لسه طفل رضيع عمره أيام بس لمكان تاني علشان يحافظ على مشاعر ستنا سارة. وفعلا سيدنا إبراهيم نفذ أمر ربنا وراح مع ستنا هاجر وسيدنا إسماعيل الطفل الرضيع في الصحراء في مكة، وسابهم هناك وكان معاهم أكل ومية. بس للأسف خلصوا بسرعة، وبدأ سيدنا إسماعيل يبكي ويصرخ من الجوع والعطش، ما هو لسه طفل رضيع. ستنا هاجر بقى فضلت تجري وتدور على أي أكل أو مية ما بين الجبلين الصفا والمروة. فضلت رايحة جاية بين الصفا والمروة 7 مرات وما لقيتش حاجة، فقررت إنها ترجع لابنها إسماعيل اللي كان بيعيط جامد جدا وبيخبط كده برجله على الأرض جامد من كتر الجوع والعطش. وفجأة تظهر معجزة جديدة بأمر الله لسيدنا إسماعيل، وتنفجر من الأرض مية عذبة جميلة من تحت رجله اللي بتدبدب على الأرض دي. المية دي هي أجمل وأطهر مية في العالم ولسه موجودة لحد النهاردة، اللي هي مية زمزم. لما الصحراء دي بقى فيها مية بدأت قبائل كتير تيجي من أماكن وتستقر في مكة. علشان كده ربنا أمر سيدنا إبراهيم إن هو يبني الكعبة اللي هي بيت الله الحرام، وهي أول بيت تم بناؤه لعبادة الله. وطبعا بقى المسلمين بيحجوا للكعبة دي كل سنة من كل مكان في العالم. طيب إيه بقى موضوع الأضحية؟ دي من أشهر معجزات سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام. سيدنا إبراهيم وهو نايم شاف رؤية 3 مرات، وهي إن ربنا بيأمره بذبح ابنه إسماعيل، فقرر سيدنا إبراهيم إن هو يحكيها لابنه. فسيدنا إسماعيل لما عرف إن ده أمر من ربنا قال لأبوه سيدنا إبراهيم أعمل اللي ربنا أمرك بيه يا بابا وأنا راضي. فلما جه سيدنا إبراهيم يبدأ ينفذ الأمر ده، ربنا أوحاله إنه ما يعملش كده، ونزل من السماء سيدنا جبريل ومعاه كبش أبيض وادهوله فداء لسيدنا إسماعيل، وذبح سيدنا إبراهيم الكبش وفدى ابنه بيه. ومن وقتها واليوم ده عيد للمسلمين، عيد الأضحى. شفتوا بقى حكاية عيد الأضحى؟ يلا افرحوا بقى، ده العيد فرحة. كل سنة وانتم طيبين.